بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ثم إني دعوتهم جهارا. ثم إسرارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ
الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا ولله